اليوم أسألك باختصار، نبدأ من اتحاد القدم. نعم. كيف شاهدت عمله كصحفي؟ شوف أنا لك المام بكل الأمور. أنا لا محتاج اتحاد القدم ولا أريد من اتحاد القدم شيء، ولا عندي تواصل مع كابتن عدنان درجال. أنا اتحاد كرة القدم 2009-2010 ناطق إعلام باسم اتحاد كرة القدم بأيام الكابتن حسين سعيد، يعني اشتغلت الحمد لله شكر مع شخصيات كبيرة جدا، يعني يتحلم أي إنسان يشتغل بيها في وقتها، مع أستاذ ماجي حمود، مع ملا عبد الخالق، مع أبو شوقي، شخصيات كبيرة جدا، مع مرحوم طارق، مرحوم باسم الربيعي، مرحوم هديب. فما محتاج أطري على الاتحاد، حتى قد يكون المشاهد يعتقد أنه أنا محتاج الاتحاد. من راح أقول هاي الحكايتين، الاتحاد بأشياء للمتابع أو للعارف بالشأن الكروي إيجابية جدا، لكن بنفس الوقت أكو ملاحظات على عمل الاتحاد. أعتقد الوقت كفيل أنه بالاستمرارية، لأن أغلب الولد اللي موجودين ما يمتلكون خبرة. يعني يمكن نسان لو أضرب مثال صديقي وأخوي يونس محمود نائب رئيس الاتحاد، بس ما يمتلك خبرة، لعل هاي أول تجربة له. بس أعتقد بمرور الوقت الاتحاد وأعضائه راح يقدرون يتجاوزون هواي مطبات. عدنان درجال، كابتن عدنان درجال كشخص يفكر لإيجاد إيجابيات لكرة القدم، تفكيره عالي جدا، لكن يصطدم بالواقع اللي نعيشه إحنا، لأنه العراق وضع صعب، مو بلد مستقر حتى تجي أنت تفكر بما يفكر به أبو قطر أو بالإمارات أو بالسعودية. تشوف الدوري السعودي مثلاً، هم أكو دعم، نعم. أكو أموال يا أستاذ رعاد، وأنا جايك. راحوا جابوا لك هاي الدوري، أنا جاب لك كريستيانو. أنا أقول تفكير كابتن عدنان يصطدم بالواقع. ليش؟ لأنه ذيك الدول مجهزة ملاعبها، مجهزة مالها، مجهزة دعمها، مجهزة إعلامها، اللي ما يتعارك كل خمس دقائق يتعاركون اثنين. أنا بحياتي ما شايف إعلام. أنا يعني سافرت هواية وكنت ضيف بكثير من القنوات، يعني من القنوات اللي كنت بها ضيف تعد بالوطن العربي رقم واحد، القنوات المصرية انتهاء بالإعلام الأردني. ما شفت صحفي أو إعلامي متقاطع مع صحفي على مود هذا داعم للاتحاد وهذا ما داعم للاتحاد. فالأرضية غير مهيئة حتى يجي كابتن عدنان درجال ويطرح اللي يريده بالطريقة اللي جاي نشوفها، مثلا بموضوع الاحتراف أو موضوع الدوري. كيف تفسر هاي التقاطعات بصراحة؟ شوف أنا أعرفك أنت شنو، يعني أنا كل الموجودين بالوسط الرياضي أصدقائي، الصحفيين الرياضيين كلهم أصدقائي، واللي ما متعامل وياه جزء أعرفه ويعرفني أو مسلم عليه ومسلم عليه، كلهم خوش ولد وكلهم راقين وكلهم مؤثرين بالقرار وكلهم محترمين وكلهم لديهم القدرة على تغيير شيء ما بالرياضة، لكن ينقصهم شيء واحد وهو الحظ الأبوي. أنا أريد أسميه الهرم اللي يقود مؤسساتنا الإعلامية. يعني أنا اليوم صار خلاف ويا نبيل، كون أكو من يجمعنا يقعدنا نشرب استكان شاي ونتراضى ونتباوس، أكو العكس يجي يذب على خلافنا زيت ويقبب الدنيا ويحرق الجو، يدفع باتجاه نبيل يحكي على أبو هيا وأبو هيا يحكي على نبيل، فهذا يصير مشكلة كبيرة. زين هذا منو يكون؟ نقيب الصحفيين؟ نعم. لو يكون مثلا رئيس اتحاد، لو رئيس لجنة أولمبية. أنا أحترم الأستاذ مويد اللامي، من الشخصيات الراقية جدا، وطبعا ها بالمناسبة مراسل صحفي رياضي في فترة النظام السابق كان الأستاذ مويد، فيعرف كل الرياضة ويعرف كل الرياضيين، وبالتالي هو مطلع وعلى تماس، هذا دوره. بالإضافة إلى أستاذنا الكبير والعزيز الغالي أبو علي خالد جاسم، أستاذ خالد جاسم شخص محترم ودافي بالتعامل، ويجب عليه أن يأخذ دوره بجمع كل شخص مختلف مع أخوه أو صديقه بالوسط الرياضي، بالإضافة إلى كابتن رعد حمودي رئيس لجنة أولمبية، بالإضافة إلى كابتن عدنان رئيس اتحاد، بالإضافة إلى معالي الوزير، وزير الشباب والرياضة، كلهم آباء، فمو عيب أنه يجمعون المختلفين أربعة خمسة، وإحنا إيش عندنا؟ هو عندنا إحنا أربعة خمس شباب جاي يظهرون بالتلفزيون يوميا، فمو عيب أنه أجمعهم. وأنا من برنامجك أمد إيدي لكل زملاء المختلفين من خلال مؤسستي، أنا مؤسسة بيت الرياضة أسستها وبلشت بشغلها لتكون بديل لكل المؤسسات اللي ما ترعى الرياضيين، واحدة من عتاها هذا الموضوع. من خلال برنامجك أنا أدعو أي صحفي، أي إعلامي، أي رياضي مختلف مع شخص آخر، من خلالي أنا أجمع الطرفين
ومن خلال برنامجكم كادركم، ونصالح الناس ونبتعد عن التقاطع، لان التقاطع ما يفيد بلدنا بشيء، خصوصا احنا في مرحله انتقاليه. عندي صور راح اتحدث عنها، ممكن يعني بعض الاخبار نتحدث عن صور، ممكن مخرجنا تعطينا الصور.